ديما، وإذا تسمحوا لي بطريقة شخصية أشكر سيرجي، عم بغلبه معانا بس هو مش مقصر طبعاً، وبجهوده هذا وجودنا اليوم كمان بجهود الـ IFC، فشكر شخصي منه. وهلأ أكيد بكل تواضع واحترام عالي جداً اسمحوا لي أرحب بمهندس حازم صماضي، مساعد الأمين العام لشؤون التسويق، كمان إحدى محركات هذا الجهد المتواضع اللي نتمنى من خلاله نحقق نتائج حقيقية. فليتفضل سيدي. شكراً. صباح الخير للجميع، يعطيكم ألف عافية. يعني أنا بعتقد بالبداية لابد أنه نشكر غرفة التجارة الأمريكية اللي أتاحت لنا هاي الفرصة مرة ثانية أن نلتقي خلال فترة قصيرة لنتحدث عن موضوع هو بغاية الأهمية للجميع. أعتقد اليوم وجود المؤسسة العامة للغذاء والدواء وعلى رأسهم يعني عطوفة الدكتور نزار مهدات بهذا الاهتمام بهذا التواجد بأكد أنه جميعنا ندرك تماماً أهمية التتبع. وجود شركائنا الدوليين اليوم من البنك الدولي بأكد أنه كذلك في إرادة حقيقية لنوصل إن شاء الله رب العالمين مع بعض. وأنا بدي أطمن أخوي بغرفة الصناعة دائماً يعني محمد الجيطان، أنا مدرك تماماً اهتمامهم بأنه نوصل لمرحلة أنه يكون في عنا نظام وطني للتتبع، يكون في عنا برنامج نستطيع أن ندخل أسواق جديدة. لا شك أنه كلنا متفقين على أهمية هذا الموضوع وأن اختلفت أهدافنا. جزء منا بسعى أنه يحقق القضايا المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء، جزء منا الغاية عنده يدخل ويفتح أسواق جديدة له مصالح اقتصادية بتحقق التنمية الاقتصادية الوطنية، وجزء آخر بسعى من خلال هذا البرنامج أنه يعمل تعزيز لقدرة المنتجين أو تعزيز على قدراتهم الاقتصادية. كلنا متفقين بأهمية هذا البرنامج. إحنا في وزارة الزراعة للأمانة بوضوح كنا قبل 2010 في إلنا مساعي لنوصل لهذه لأنه يكون في عنا برنامج وطني للتتبع، وطلبنا عدة بعثات شاركونا يعني ساعدونا فيها يعني أصدقائنا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، كان آخرها في عام 2010-2011. من خلال أداة التبادل التعاون التقني مع الاتحاد الأوروبي كانت في بعثة إجت على الأردن، التقت مع جزء كبير من أصحاب المصانع، التقت لا شك مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤسسة المواصفات والمقاييس، إدارة الجمارك، وطلعت بتقرير كبير وضح لنا في ذاك الفترة. طبعاً أكيد التقت في وزارة الزراعة بمختبراتها، وكنا نسعى في ذاك الوقت لنظام تتبع للمنتجات سواء النباتية أو الحيوانية. كن بعنينا الجانب الحيواني أساس، ولكن كمان الجانب النباتي كنا بنسعى أن نحصل له. للأمانة صار في جاب كبير ما نشغل عليه بالفترات المتعاقبة من 2011. أعتقد أنه اللجنة اللي تحدث عنها أخي الأستاذ محمد الجيطان بأنه لما شكلت اللجنة كان مهمتها الأساسية في البداية أن نطلع بوضوح ما هو الجاب الموجود في المؤسسة. جزء منه مع مرور الزمن أصبح يعني مش موجود، يعني على سبيل المثال في الغذاء والدواء عطوفتك كان عندهم ملاحظات على القانون، وصدر قانون 15 لسنة 2015 وعالج كل القضايا اللي كان طرحها الاتحاد الأوروبي. في الجمارك كان عندهم بعض الملاحظات لها علاقة بقوائم المواد الخطرة وقدرة أجهزة التفتيش في المراكز الحدودية على التفتيش على هذه المواد. إحنا في وزارة الزراعة عندنا كان الجزئيات المرتبطة، هل إنه هناك في نظام تسجيل للحيازات؟ هل هناك رقم للحيوان؟ هذا بالفترة القديمة ما كان موجود، في الأبقار أصبح موجود، وبالتالي في قضايا كثيرة عولجت. أعتقد أنه إحنا في اللجنة قدرنا أن نحصر هذه الأمور ونحدد ما هو الغير موجود لغاية الآن وشو اللي إحنا بدنا إياه بالمرحلة القادمة أصبح واضح لنا جميعا. لا شك كل الجهات الدولية سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الأسواق الواعدة بهمها أنها تلاقي عندنا ستاندرات أدلة تشغيلية واضحة للعمليات الموجودة. الجزء الأكبر منها بيحقق متطلبات الدولية، ولكن هذا الشيء غير مؤرشف غير مثبت، ما في مرجعية له تأكد أنه في أنظمة رقابة وتفتيش. الآن ممكن من خلال البرنامج الوطني للتفتيش على
المنشآت الاقتصادية ما بعد كورونا أصبح في تفعيل لهذه القضية. كلنا بوزاراتنا بمؤسساتنا المختلفة أعتقد قادرين أن نحصر المتطلبات الدولية ونقدمها بحيث نوصل إن شاء الله رب العالمين لأنه يكون في عندنا برنامج وطني. أنا بس بدي أحط الإخوان بصورة أنه ما بعد الورشة الماضية إحنا لوين وصلنا في وزارة الزراعة أو إيش عملنا. إحنا مباشرة بعد ما طلعنا من هون أعدنا مراجعة لكل الإجراءات اللي مطلوبة، اتفقنا أن نضعها جميعاً في قالب لمشروع واحد يضم كل الجهات بدءاً من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس، الجمارك، أمانة عمان، وزارة الإدارة المحلية بحيث أن تكون مشرفة على المسالخ، ووزارة الزراعة. وعملنا تصميم ل يعني بروجكت بسيط ورفعناه لوزارة التخطيط بحيث أن نروح باتجاه أن نبحث عن مصدر تمويل، وقد يكون الجانب الأمريكي إن شاء الله أنه بيساعدنا في هذا الموضوع. وزارة التخطيط مشكورة مهتمة بهذه الجزئية، وضع هذا هذه الأولوية كتتبع ضمن خطة التنمية المستدامة لـ 22 و25. وبالتالي إحنا بالأمس كان في عندنا اجتماع مع البنك الدولي، كنا نتحدث في نوايا لقرض القطاع الزراعي أن يكون هذا المكون واحد من المكونات الرئيسية اللي نشتغل. ولكن الآن اليوم أنا مدرك استعجال إخواننا في غرفة الصناعة، ما بدهم ينتظروا مشاريع ولا بدنا ننتظر حتى نوصل، وأنا معهم بتفق تماماً بأنه في عندنا ثمار ناضجة. بعض الثمار الناضجة بالذات في قضايا اللحوم المصنعة، أعتقد أنه اليوم بعد هذه الورشة قد نستطيع أن نصل لمرحلة أن نحصر الجاب اللي كان موجود في الماضي ونجهز ملف جديد ونرفع للدول حتى نحصل قد نحصل على اعتماد متبادل يعني بالوقت الحالي، إلى أن نصل لمرحلة نضع تشريع وطني سنستمر في العمل فيه مع بعض. موضوع أن يكون لدى الأردن نظام وطني كامل بمشاركة كل الجهات يوضح الأدوار، أدوار كل مؤسسة، ويؤكد طرق التفتيش والمراقبة وتعزيز هذه الإجراءات، ومن ثم ينبثق عن النظام مجموعة من التعليمات بتخص كل منتج لوحده. يعني أنا اليوم في الخضار والفواكه تعليماتي المرتبطة بالمنتجات النباتية تختلف عنها عن التعليمات اللي بدها تصدر للمنتجات الحيوانية. داخل المنتجات الحيوانية اللحوم الدواجن تختلف عن اللحوم الحمراء، تختلف عن منتجات العسل وهلم جرى كل منتج في منتجه. أعتقد أنه رح نأخذ مع بعض يعني بعمل طويل في اللجان الفنية. أعدنا تشكيل، طلبنا من رئاسة الوزراء إعادة تشكيل اللجنة مرة أخرى بحيث أن نضمن إضافة كل الجهات اللي ما كانت موجودة معنا في الماضي، بحيث أنه نقدر نوصل لفرق فنية تعمل على هذا الموضوع إن شاء الله باهتمام لنصل للنظام الوطني الشامل. وبعتذر على الإطالة.